بهالفيديو رح اشرح قصة عالم Call of Duty Black Ops بالكامل. رح نبدأ بCall of Duty World at War اللي نزلت سنة 2008 وبعدها Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 وأخيرا Black Ops 4. بهالفيديو ما شرحت فيه قصة آخر جزء اللي هو Black Ops Cold War لسببين. أول سبب هو إن الهدف الأساسي من هالفيديو هو يفهمك قصة عالم Black Ops بشكل كامل قبل ما تلعب قصة Black Ops Cold War. لأنه قصة أحداث Black Ops Cold War بنفس العالم، القصة بين Black Ops 1 و Black Ops 2. فمجرد ما أنك تشوف هالفيديو بالكامل رح تكون جاهز لتروح وتلعب طور القصة ب Black Ops Cold War ورح تفهم كل شيء. وإذا ما عندك Black Ops Cold War أو ما عندك نية تلعب طور القصة فيها، فإن شاء الله بكرة رح أسوي بث مباشر على قناتي الثانية. بالبث رح نختم طور القصة ب Black Ops Cold War بالكامل في جلسة واحدة. فإذا كنت قاعد تشوف الفيديو بنفس يوم نزوله اللي هو تاريخ 24 نوفمبر يوم الثلاثاء، اشترك في قناتي الثانية، راح تلاقي رابط القناة بالتعليق المثبت أسفل الفيديو أو فوق، عشان بكرة بس أبدأ البث يجيك إشعار وتيجي تتابع البث معنا. بس إذا عم تشوف الفيديو بعد أسبوع أو أسبوعين أو حتى شهر أو شهرين، فالبث المباشر راح يضل محفوظ في قناتي الثانية ورابطه راح يكون موجود بالتعليق المثبت أسفل الفيديو. وثاني سبب ليش ما شرحت قصة Black Ops Cold War بهالفيديو هو إنه إذا هالفيديو وصل إن شاء الله 12,000 لايك، الأسبوع القادم راح أحمل فيديو كامل أشرح فيه قصة Black Ops Cold War. القصة شكلها جدا رهيبة وتستاهل فيديو منفصل. وقبل ما نبدأ بس حاب أنوه، لو كنت محتار هل في داعي تجيب البلاي ستيشن 5 أو لا، سويت فيديو قارنت فيه Black Ops Cold War بين البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5. بالفيديو قارنت الجرافيكس وسرعة التحميل، الفيديو بيبين لك الفروقات بين اللعبتين بشكل جدا واضح. الفيديو مو بقناتي، الفيديو بقناة GKTV. فنصيحة بعد ما تشوفوا هالفيديو روحوا شيكوا عليه، راح تلاقوه أول رابط بوصف الفيديو أو فوق على اليمين أو على اليسار. ويلا أخليكم مع شرح قصة عالم Black Ops بالكامل. هالفيديو اشتغلت عليه أسبوع كامل وإن شاء الله يعجبكم، فيلا خلينا نبدأ. بداية القصة كانت بلعبة Call of Duty World at War اللي نزلت سنة 2008 واللي كانت أحداثها بين عام 1942 و 1945، أي بالحرب العالمية الثانية. قصة اللعبة بنلعب بحربين منفصلين كليا عن بعض، الحرب الأولى كانت بين أمريكا واليابان والحرب الثانية هي حرب بين روسيا وألمانيا النازية. عام 1942 الكابتن ميلر كان كابتن بالجيش الأمريكي، تم القبض عليه هو والجنود اللي معاه من قبل الجيش الياباني، وكان قاعد يشوف الجنود اللي معاه عم بيتعذبوا ويموتوا واحد واحد من قبل القوات اليابانية. ووقت اجى الدور عليه عشان يموت، وباخر ثانية صار هجوم من القوات البحرية الامريكية، قتلوا فيه اليابانيين وانقذوه، واللي انقذوه كان كابتن روبولك وكابتن سالفين. بعد كذا كابتن ميلر والجيش الامريكي بشنوا هجوم على شاطئ بالالويا باليابان اللي كان قاعدة رئيسية للجيش الياباني، وبالهجوم هاد بيدمروا عدد جدا كبير من الدبابات وبيدمروا القاعدة. اثناء الهجوم كابتن سالفين اللي ساعد كابتن ميلر بالبداية بيموت بسيف الكاتانا، الجنود بهجم عليه وبيطعنه. بعدين كابتن ميلر بيطلق على الجندي الياباني وبيقتله، وموت كابتن سالفين بيؤدي الى ترقية كابتن روبولك، لان هما الاثنين كانوا مع بعض، فلما واحد مات الثاني تم ترقيته عشان يغطي مكانه، فكابتن روبولك صار سارجنت روبولك. وبعد ترقيته كابتن روبولك هو وشوية جنود شنوا هجوم على مطار عسكري باليابان جدا مهم ودمروه بالكامل. بنفس وقت حرب امريكا واليابان كان في حرب بجهة ثانية من العالم بين روسيا والمانيا، كان في حرب اللي هي معركة ستالينغراد اللي حاول فيها الجيش الالماني النازي بقيادة هتلر بأنهم يغزوا روسيا. منشوف أعداد كبيرة من الجنود الروسيين ميتين بالأرض ببركة كلها دم، ومنشوف فوقهم جنود ألمانيين نازين عم يقتلوهم واحد واحد ويتأكدوا إنه الكل ميت. بعد ما يمشوا الجنود الألمانيين منشوف الكابتن ديميتري أحد الضباط بالجيش الروسي كان مسوي نفسه إنه ميت، وبيقابل جندي روسي تاني باسم فيكتور رازنوف كمان كان مسوي نفسه ميت. فحاليا ديميتري ورازنوف هم الوحيدين اللي عايشين ومحاطين بكل مكان بالألمانيين. فيكتور رازنوف بيشرح لديميتري إنه لازم يقتلوا الضابط الألماني هانريك اللي هو المسؤول عن هالمجزرة، ولو قتلوه رح توقف. وفعلا بيلتقوا مع جنود روسيين ثانيين ناجين من الحرب، بيجتمعوا مع بعض وبيشنوا هجوم على مقر هانريك، بيقتلوا وبياخذوا المقر إلهم. بعد 3 سنوات من هاي الحادثة بمعركة سيلنهاوس بجانب برلين، الكابتن ديميتري بيتم القبض عليه من جنود ألمان، وهم قاعدين يعذبوا الكابتن ديميتري بيجي هجوم عليهم من الجيش الروسي بقيادة فيكتور رازنوف، بيقتلوا الألمان وبينقذوا الكابتن ديميتري والأسرى اللي معه. وبعدين بيكملوا هجومهم على أحد المعسكرات الألمانية بجانب برلين وبيستولوا عليها بالكامل.
وبنفس هذا الوقت بس بجهة ثانية من العالم كابتن ميلر وجيش الأمريكي بيستولوا على جزيرة بالالويا باليابان بالكامل. بنرجع لديميتري ورازنوف بيكملوا هجومهم مع الجيش الروسي وبيوصلوا لقلب عاصمة ألمانيا برلين. الجيش الألماني بهذاك الوقت صار يقصف بالقصف المدفعي على برلين عشان يقتل أكبر عدد من الجيش الروسي. فديميتري ورازنوف والجنود اللي معاهم اضطروا يتخبوا تحت الأرض بأحد الأنفاق ببرلين. هم متخبيين تحت الأنفاق بيجي فيضان مي جدا قوي، الجنود بيقدروا يتفادوه بس ديميتري بنصاب فيه وبيمشي مع طيار المي لبرا النفق. نرجع لأمريكا، بعد ما كابتن ميلر والجيش الأمريكي استولوا على جزيرة بالالويا باليابان بيشنوا هجوم تاني على مدينة أكوانا باليابان عشان يستولوا عليها، وهالمعركة مشهورة باسم معركة المحيط الهادئ. الجيش الأمريكي بيفوز وبيستولي على مدينة أكوانا باليابان وبيتجه لعند قلعة شيري. هاي القلعة تعتبر قلب المدينة ولو استولوا عليها خلاص استولوا على المدينة بالكامل. وفعلا كابتن ميلر وسيرجنت روبلوك والجيش الأمريكي بيوصلوا على القلعة وبيلاقوا جنود يابانيين مستسلمين، بس اللي بيكتشفه بعدين كابتن ميلر انه كل الجنود اليابانيين اللي مستسلمين جوا القلعة ماسكين بايديهم قنابل جرنيت، قنابل متفجرة، فبيقتلوا حالهم وبيقتلوا معهم اكبر عدد من الجنود الامريكيين. ومن اللي ماتوا سيرجنت روبلوك اللي ساعد كابتن ميلر ببداية القصة. بعد الانفجارات هاي بيجي هجوم قوي من الجيش الياباني ليستولي على القلعة مرة تانية، وفي النهاية كان الجيش الامريكي على وشك انه يخسر خلاص، بس على اخر الوقت بيجي دعم جوي من الجيش الامريكي وبالدعم الجوي هاد بيقضوا على الجيش الياباني بيستولوا على القلعة وبالتالي بنتصروا بحرب المحيط الهادئ. وبكذا امريكا بتنتصر على اليابان بالحرب العالمية الثانية. نرجع لروسيا، بعد ما فيضان المي بالنفق سحب معاه ديميتري، رازنوف والجنود الروسيين اللي معاه طلعوا من برا النفق ولحقوا ديميتري وساعدوه وانقذوه من الغرق، وبعدين اجتمعوا مع باقي الجيش الروسي وشنوا هجوم على اهم مبنى ببرلين بهداك الوقت اللي هو مبنى البرلمان باسم رايختاغ. بيوصلوا لقمة المبنى وديميتري بتوجه لعلم ألمانيا النازية عشان يطيحها ويرفع علم الاتحاد السوفيتي، بس قبل ينزل العلم بيطلع جندي ألماني وبيطلق على ديميتري. بيجي رازنوف وبيقتل الجندي الألماني على طول وبياخد العلم من ديميتري وبيروح وبينزل علم النازيين وبيرفع علم الاتحاد السوفيتي أو روسيا بهذاك الوقت. وبكذا نكون خلصنا من قصة Call of Duty World at War عام 1945 بنهاية الحرب العالمية الثانية. وحاليا رح نبدأ بقصة Call of Duty Black Ops 1 بعد 20 سنة من أحداث Call of Duty World at War، وبالتحديد عام 1968 بحقبة الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي أو روسيا. منلاقي عميل للسي اي اي أو وكالة الاستخبارات الأمريكية أليكس ميسن، منلاقي معتقل أو محبوس ومربوط على كرسي من ناس مجهولين ما بنعرف مين هما وبمكان مجهول. أحد الأشخاص اللي معتقل أليكس ميسن عم يحقق معاه ويسأله عن تسلسل أرقام معين. He was everywhere. Just couldn't get him out of my head. He's just like the others. He doesn't even know what he's saying. Just always in my head. No, I want to keep pressing you. Hey! Who are you people? What do you want from me? You want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted. كانوا دون يعرفوا عن تسلسل الأرقام بيستعمل الاتحاد السوفيتي أو الروسيين عشان يتواصلوا مع الجواسيس النائمة أو السليبينج ايجنت. السليبينج ايجنت بالمختصر هو جاسوس بس ما يعرف انه هو جاسوس، يعني بيتم غسيل دماغه بالكامل وبعيش حياة عادية بدون ما يعرف من هو أو انه هو جاسوس، بعدين بس يسمع شيء معين أو يشوف صورة معينة أو تسلسل أرقام راح يتذكر انه هو جاسوس ويؤدي مهمة. وهذا الشيء كان موجود بالحقيقة بشكل جدا سر على ايام الحرب الباردة. فالناس المجهولين اللي عم يحققوا مع أليكس ميسن كانوا دون يعرفوا تسلسل الارقام اللي عم يستعمل الاتحاد السوفيتي ليتواصل فيه مع جواسيس نائمة بامريكا. أليكس ميسن بيكون فاقد الذاكرة بشكل كامل، ناسي كيف هو وصل لهون، ناسي شو الاشياء اللي سواها قبل يجي لهون، فقد متذكر اسمه وكم معلومة بسيطة عنه. وخلال التحقيق ترجع له ذكرياته شوي شوي. اول شيء بتذكره انه هو عميل بالسي اي اي او وكالة الاستخبارات الامريكية، وبعدين بتذكر عن مهمة سواها هو السي اي اي عام 1961. هدف المهمة كان اغتيال فيدل كاسترو قائد الثورة بكيوبا، وبتذكر انه مهمة الاغتيال فشلت وتم القبض عليه من جنود كاسترو. بعد ما قبضوا عليه ودوه لعند جنرال بجيش الاتحاد السوفيتي او روسيا، وكان اسمه جنرال نيكيتا دراغوفيتش، وتذكروا الاسم لانه راح ينعاد كثير. الجنرال دراغوفيتش بيرسل أليكس ميسن لسجن فورتوكا،
وهذا مو سجن عادي، وهذا سجن جدا قاسي، ما فيه اي قوانين، عادي الناس يقتلوا بعض فيه، عادي يموتوا من الجوع بدون ما يعطوهم اكل. فسجن فورتوكا ما كان سجن اعتيادي. واليكس ميسن قعد جوا السجن سنتين كاملين، وجوا السجن قابل فيكتور رازنوف، تذكرتوه اللي كان بقصة كول اوف ديوتي وورلد ات وور، الجندي الروسي اللي كان معاه ديمتري. ممكن حد يقول شو جاب فيكتور رازنوف لهذا السجن؟ هذا سجن تابع للاتحاد السوفيتي او روسيا، ورازنوف كان روسي وكان جندي بالاتحاد السوفيتي. هنحكي لكم شو صار مع فيكتور رازنوف اللي ادى فيه انه يوصل لهالسجن. في احد المهمات باسم اوبريشن اولمبس او عمليه اولمبس، كان رازنوف وديمتري اللي تكلمنا عليه من شوي بقصه وورلد ات وور ببرلين، هما الاثنين جاتهم اوامر من جنرال دراغوفيتش بالاتحاد السوفيتي، هذا نفسه الجنرال اللي القى القبض على اليكس ميسن وارسله للسجن. المهم هما الاثنين جاتهم اوامر من الجنرال ليروحوا ويلقوا القبض على عالم نازي الماني اسمه ستاينر. العالم النازي كان قاعد يصنع غاز سام جدا باسم نوفاسكس، هالغاز بيقتل اي شخص بيستنشقه خلال ثواني. فديمتري ورازنوف كانوا بمهمه عشان يروحوا ويلقوا القبض عليه عشان يوقفوا من انتشار هذا الغاز، وفعلا راحوا على المقر الموجود فيه ستاينر، قتلوا الجنود الالمانيين والقوا القبض عليه. بعدين اجى الجنرال دراغوفيتش اللي اعطاهم الامر ليروحوا يلقوا القبض على العالم النازي، وحبسهم كلهم بغرفة ديمتري والجنود اللي معاه، وخلى رازنوف برا الغرفة وراح وشغل غاز نوفا 6 عليهم. الجنرال دراغوفيتش كان مريض نفسي ويحب يعذب الناس، فيبي يشوف مفعول غاز النوفا 6 هل هو فعلا صحيح نفس الكلام اللي طالع عنه انه بيخنق وبيقتل بثواني ولا مجرد كلام. فراح وشغل الغاز عليهم على جنوده وعلى الكابتن ديمتري، وخلى رازنوف برا هو عم يشوفهم يختنقوا ويموتوا قدامه، وشاف ديمتري قاعد يموت قدامه، وديمتري ورازنوف كان بيناتهم علاقه صداقه جدا قويه. وما قتل العالم النازي ستاينر، لا بالعكس كان بده اياه عشان يصنع له غاز نوفا 6 اكثر ويستعمله على ناس اكثر. وخلال هالوقت هو عم يعذبهم وعم يشوفهم عم يختنقوا بالغاز، هجموا جنود روسيين ثانيين تابعين لديمتري ورازنوف، قدروا يساعدوا رازنوف عشان يهرب وياخذوا غاز النوفا 6 تبقي جوا السفينة. هالكلام كله قاعد يصير بسفينة كبيرة، فقدروا ياخذوا الغاز الباقي وياخذوا رازنوف ويهربوا برا السفينة ويفجروها. وهم قاعدين يهربوا من السجن مروا على جنود تابعين لدراغوفيتش، راحوا قتلوا الجنود والقوا القبض على رازنوف وودوه لعند الجنرال دراغوفيتش، والجنرال امر انه يودوه على سجن فيرتوكا. وكذا عرفنا ليش رازنوف موجود بالسجن وقابل اليكس ميسن هناك. رازنوف قال هالقصة كلها لاليكس ميسن جوا السجن، وكان قاعد يطلب منه يساعده عشان ينتقم ويقتل دراغوفيتش. بعد سنتين من حبسهم اليكس ميسن ورازنوف خططوا انهم يعملوا ثورة جوا السجن، ومن خلال الثورة والفوضى اللي صارت بالسجن قدروا ميسن ورازنوف انه يهربوا من سجن فورتوكا. ميسن بعد ما هرب من السجن تواصل مع السي اي اي واجوا واخذوه وفروا للحماية، واجا اخذوا الضابط جيسون هاتسون، تذكروا اسمه مهم راح ينعاد بعدين. الضابط جيسون هاتسون اجا اخذ ميسن ووداه على البنتاغون بامريكا ليقابل رئيس امريكا بهداك الوقت اللي هو جي اف كي او جي اف كينيدي. رئيس امريكا عطى مهمه لميسن انه يروح ويختال جنرال الاتحاد السوفيتي دراغوفيتش. فتم ارسال فرقه من السي اي اي فيها اليكس ميسن ومعاه سيرجن فرانكود، هاي اول مره نشوف فرانكود بالقصه ودوره جدا مهم بعد كذا، وكان معاهم عشان يساعدوهم جيسون بومن شخصية فرعية، وشخصية ويفر يلي دوره فرعي ومحدود جدا، بس ذكرته لانه شخصية ويفر حاليا له دور جدا مهم بقصة الزومبيز الجديدة ببلاك اوف كولد وور. المهم تم ارسال هالاربع اشخاص بمهمة لاختيال الجنرال الروسي دراغوفيتش. كان في عملية اطلاق صاروخ للفضاء من قبل الاتحاد السوفيتي، وجنرال دراغوفيتش راح يكون موجود بالاطلاق، فكانت المهمة هي انهم يفجروا الصاروخ قبل لا يخلع، وبالتالي راح يصير انفجار ضخم ويقتل الجنرال دراغوفيتش. دراغوفيتش قدر انه يتفادى الانفجار وينجو بحياته ويهرب، وفوق هذا مساعد دراغوفيتش او يد اليمنى كان اسمه ليف كرافشينكو قدر انه يمسك ويفر، وهدد فرانكود وميسون اذا ما طلعوا سلموا حالهم راح يدخل سكين في عين ويفر. فعلا هذا اللي سواه، دخل سكين في عين ويفر، مشان هيك بنشوف ويفر بعين واحده. وبعدين بنروح بننقذ ويفر، والمهم انه دراغوفيتش ومساعده قدروا يهربوا وما ماتوا من وراء الانفجار اللي صار. خلال 5 سنوات من بعد هالحادثة السي اي اي حاول مرات عديدة انه يختال دراغوفيتش، بس كلها باءت بالفشل. في السنة الخامسة اي بعد 5 سنوات من حادثة الصاروخ بيوصل خبر للسي اي اي انه في تواجد للروسيين والاتحاد السوفيتي بالفيتنام. بيجيهم خبر انه ليف كرافشينكو مساعد الجنرال دراغوفيتش موجود بالفيتنام كمان، فبيتم ارسال قوات هنيك بقيادة فرانكود وميسن عشان يحققوا بالموضوع. في الفيتنام اليكس ميسن بيتلقى رسائل سرية من شخص بده
الطبيعي انه منشق من الاتحاد السوفيتي. فبيروح ميسن وبيلتقي مع هذا الشخص، وبيطلع هذا الشخص هو فيكتور رازنوف اللي كان معاه بالسجن لميسن. رازنوف بيخبر ميسن انه في طيارة تابعة للاتحاد السوفيتي محطمة بالغابات الموجودة بالفيتنام، فيها غاز النوفا 6 وممكن تلاقي فيها ليف كرافشينكو. ففعلا ميسن وودز ومعهم بومن بيروحوا ليكتشفوا الطيارة، وهنيك بيهجموا عليهم الفيتكان. الفيتكان هم القوات الشعبية الفيتنامية، كانوا موجودين بالغابات، والقوات الفيتنامية كانوا عم يشتغلوا عند الاتحاد السوفيتي اي تحت قيادة دراغوفيتش نفسه. وفي نفس الوقت بس بمكان ثاني، جيسون هاتسون هذا الشخص اللي ساعد ميسن بعد ما طلع من السجن وراح وداله عند رئيس امريكا بالبنتاغون. المهم هاتسون ومعه ويفر تم ارسالهم لمقر عسكري روسي، كانوا شاكين انه في عينات من غاز النوفا 6 السام. بس وصلوا المقر بيلاقوه فاضي، تم اخلاؤه من عينات النوفا 6. بس بيتواصل معاهم العالم النازي ستاينر، هذا العالم اللي كان المفروض رازنوف يقتله ببداية القصة، بس دراغوفيتش اخده وخلاه معاه بالفريق. ستاينر بيشارك عنوانه مع هاتسون وويفر، وبيحكي لهم انه عنده معلومات جدا مهمة عن تسلسل الارقام اللي بيستعمله الاتحاد السوفيتي ليتحكم بالجواسيس وعن النوفا 6، ومستعد انه يتعاون معهم بالمقابل انهم يحموه من الجنرال دراغوفيتش. نرجع لميسن وفرانك وودز وبومن، كانوا رهن الاعتقال من القوات الفيتنامية، وكانوا عم يجبروهم انهم يلعبوا لعبة راشن روليت. اظن معظمكم بيعرف لعبة راشن روليت، لعبة بيلعبوها العصابات والمافيا، اللي هما بيجيبوا مسدس ماجنوم في طلقة واحدة، كل واحد بياخد مسدس وبيوجه على راسه وبيطلق، فهو وحظه، يا اما الطلقة تكون موجودة وراح يذبح نفسه وينتحر، يا اما الطلقة ما تكون موجودة. فكانوا عم يجبروهم يلعبوا هاللعبة كعذاب نفسي، بيعطوا المسدس اول شيء لبومن عشان يطلق على نفسه، وهو حظه يا في طلقة يا لا. بس بومن بيرفض انه يلعب، احد الجنود الفيتناميين بيضرب على راسه بعصا خشبية حتى يموت. Okay. Da da bang! You can't kill me! You shoot, G.I., you shoot! Fuck! بعدين راح وعطوا المسدس لميسن عشان يلعب. راح ميسن استغل الفرصة وقدر يمسك الجندي ويقتله هو وودز، وبعدين يهربوا من المقر واخدوا هليكوبتر وهربوا فيها وطاروا لعد مقر ليف كرافشينكو عشان يقبضوا عليه. في المقر ميسن وودز قابلوا فيكتور رازنوف هناك، وراحوا مع بعض كلهم عشان يقتلوا او يلقوا القبض على ليف كرافشينكو. في المقر هجموا عليهم جنود فيتناميين بقيادة ليف كرافشينكو وحاولوا يوقفوهم، بس ميسن قدر يتسلل ويروح للغرفة اللي فيها كرافشينكو ودخل عليه عشان يقتله. بس ليف كرافشينكو كان قاعد يستناه وضربه وحطه في الارض، كان على وشك انه يقتله. وعلى اخر ثانية دخل وودز طعن الظهر لكرافشينكو، راح كرافشينكو مسك قنبلة وفتحها عشان تنفجر يقتل نفسه ويقتلهم معاه. راح وودز مسكه وقفز من الزجاج عشان ينفجر هو وياه وما يموت ميسن. في هاللحظة ميسن بيفكر انه وودز وكرافشينكو خلاص انفجروا وماتوا، بس بعدين نعرف انه الانفجار سبب لهم مشاكل بس ما موتهم الاثنين. ميسن في هاللحظة بيفكر انه فرانك وودز خلاص مات. بعدين بيفوت عليه فيكتور رازنوف، بيساعده وبيصيروا يبحثوا بالغرفة على اي دليل، فبيلاقوا عنوان العالم النازي ستاينر موجود باحد الاوراق، فبيتوجهوا لهالمكان عشان يكملوا المهمة ويقتلوا العالم النازي اللي قاعد يصنع هالغاز السام. وبنفس الوقت هاتسون وويفر راحين لعنده. من شوي قلت لكم انه هاتسون وويفر تواصل معاهم ستاينر وقالهم انه بعطيكم معلومات مهمة مقابل انكم تساعدوني من دراغوفيتش. هاتسون بيدخل على مقر ستاينر بهجوم مع الجيش الامريكي، وبيكون في قوات دفاع عم يتقاتلوا مع بعض، والكس ميسن ورازنوف بيوصلوا بنفس الوقت، بس بيقدروا انهم يتسللوا ليوصلوا لعند ستاينر نفسه. بيوصلوا على الغرفة اللي فيها ستاينر، بيدخلوا عليها وعلى طول بدون تفاهم رازنوف بيطلع المسدس وبيقتل ستاينر. طيب شايفين هالكلام كله اللي ذكرته من شوي، هذا كله كلام قاعد يتذكره ميسن. قلت لكم ببداية القصة انه ميسن مربوط في مكان وفي ناس عم يحققوا معاه، وكان ناسي او فاقد الذاكرة بالكامل، فكل شوي عم يرجع ذكرياته. فهالكلام كل اللي ذكرته من شوي كله عبارة عن ذكريات قاعد يتذكرها ميسن، وهو مربوط وعم يتم التحقيق معاه. الأشخاص المجهولين اللي عم يحققوا معاه بس يسمعوا هالكلام كله من ميسن بيعرفوا عن حالهم وطلعوا هم CIA أو وكالة الاستخبارات الأمريكية. والشخص اللي عم يحقق معاه هو هاتسون نفسه. هاتسون بيشرح لميسن شو اللي فعلا صار هداك اليوم. ميسن هو اللي قتل ستاينر مو رازنوف، وأصلا رازنوف ما كان معاه بهالكلام كله. رازنوف مجرد ما هربوا من السجن مات على طول
وميسن ضل عايش. خلال فترة سجن ميسن بسجن فورتوكا لمدة سنتين، ستاينر وجنرال دراغوفيتش والاتحاد السوفيتي بشكل عام كانوا بيعملوا تجارب غسيل دماغ على ميسن، وكان الهدف من هالتجارب انهم يحولوه لسليبينج ايجنت او عميل نائم، وبعدين باستعمال تسلسل الارقام بيقدروا يتحكموا فيه على راحتهم. مشان هيك هاتسون عم يحقق معاه عشان يعرف شو هالارقام ويوقف غسيل الدماغ هذا. وخلال فترة غسيل الدماغ بالسجن كانوا ياخدوه يعملوا عليه تجارب ويرجعوه على السجن، يرجعوا ياخدوه وهكذا. فكان لما يرجع السجن يلتقي مع رازنوف بالسجن، ورازنوف كان دائما عم بيقول قصة لميسن عن الخيانة اللي تعرض لها، وكيف الجنرال دراغوفيتش قتل ديميتري واصحابه بغاز النوفا 6 وتعاون مع ستاينر وهالكلام كله. فهذا الكلام تم زراعته بعقل ميسن الباطني، لانه كان عم بيعملوا عليه تجارب غسيل دماغ وكان عم يضل يسمع هالقصة من رازنوف، فصار بمخه شيء وصار يتهيأ اشياء غير موجودة. بس هربوا من السجن، رازنوف مات على طول وميسن قدر يهرب، والكلام كله اللي بعده عن رازنوف كان غير حقيقي، كان فقط من مخيلات ميسن، وكان هدفه انه يروح يقتل ستاينر ودراغوفيتش لانه هذا الشيء تم زراعته بعقله الباطني من وراء كلام رازنوف. بس هاتسون شرح الكلام كله هذا لميسن، رجعت له ذاكرته وتذكر الحقيقة الفعلية اللي صارت، وتذكر تسلسل الأرقام، وتذكر المكان اللي بيتم التواصل فيه مع الجواسيس النائمين، المكان اللي فيه بث راديو لهالأرقام. وكان المكان عبارة عن سفينة تابعة للاتحاد السوفيتي باسم موسولكا. The subject has been successfully implanted with the knowledge to translate the number sequences. Permanent broadcast station within their borders. I know where the number station is. It's a ship. I saw it a long time ago. The Resalca. Where? Cuba. من هناك القاعدة اللي بتواصل فيها الاتحاد السوفيتي مع الجواسيس النائمين وبيبثوا فيها الأرقام. فالCIA بعد ما سمعوا كلام ميسن راحوا وشنوا هجوم على السفينة عشان يمنعوهم من انهم يتواصلوا مع اي جاسوس نائم في امريكا، وفعلا هجموا على السفينة ولقوا مقر تحت المي هناك. من هناك بتواصلوا مع كل الجواسيس النائمة بامريكا، راحوا هجموا عليه، وهنيك ميسن بيقابل دراغوفيتش للمرة الاخيرة وبيقتله بايده. وبكذا بنكون خلصنا من قصة Call of Duty Black Ops 1. It is over. We won. وحاليا رح نبدأ بشرح أحداث Call of Duty Black Ops 2. بعد 20 سنة تقريبا، عام 1986، أليكس ميسن بيعتزل الشغل بالCIA وبيقرر يعيش مع ابنه ديفيد ميسن اللي عمره 7 سنين، وزوجة أليكس ميسن كانت ميتة، فكان فقط هو وابنه. وفي أحد الأيام هاتسون وأحد ضباط الCIA بيقرروا أنهم يزوروا أليكس ميسن وبيعرضوا عليه أنه يرجع يشتغل بالCIA. ميسن بيرفض أول شيء، خلاص بده يرتاح، بده يعيش مع ابنه. بعدين هاتسون بيقله ان صديقه سيرجن فرانكوود اللي كان راح يضحي بحياته بقصه بلاك اوبس 1 عشان ينقذ ميسن، راح بمهمه على دوله انغولا ليساعد الثوار هناك بحرب اهليه، واختفى تماما هو فريقه. ميسن بعد ما سمع هالكلام بيرضى انه يرجع ينضم للCIA، وبعدين هو وهاتسون بيروحوا بمهمه لينقذوا فيها فرانكوود. فرانكوود بيكون محبوس جوا سجن بسفينه، فلما يروحوا ينقذوه بيلاقوا انه كل فريقه ميت وهو الوحيد اللي عايش وكان على وشك الموت. You in there, brother? Bodies are badly decomposed. These men have been dead for weeks. Woods? Frank? Frank! It's me! Mason. وبحكي لهم فرانكوود انه الشخص المتسبب بهالشيء، الشخص اللي قتل كل فريقه وحبسه، هو بائع اسلحه باسم راؤول منندز. بنفس الوقت راؤول منندز كان عم يتواصل مع رجاله اللي في السفينه يلي قتلوهم CIA، عم بيشوف اذا الاوضاع كلها تمام. فالCIA استعملوا موجات الراديو وقدروا يحددوا موقع منندز، وفعلا وصلوا الى مكانه، وميسن وجه مسدس على راس منندز. بس بعدين دخلوا القوات التابعه له، وميسن مسك منندز وهددهم انه لو قربوا راح يطخها. راح منندز مسك
قنبلة بإيده، وقبل ما تنفجر ميسن قدر إنه يهرب من النافذة، بس قبل ما يهرب طخ منندز على رأسه. بعدين راح والتقى مع هاتسون وودز وطلعوا من أنغولا. بعدين اكتشفوا إنه منندز لسه عايش. الطلقة اللي طلقها عليه ميسن ما قتلته بس طيرت له عين اليمين. فصاروا يعملوا تحقيقات أكثر ليعرفوا من هو راؤول منندز، واكتشفوا إنه بائع أسلحة كبير جدا، واكتشفوا كمان إنه قاعد يبيع أسلحة للضابط الروسي بالاتحاد السوفيتي ليف كرافشينكو اللي فكرناه إنه مات في قصة بلاك أوبس 1 بعد ما مسك قنبلة بإيده. بعدين وودز مسكه ونطوا من النافذة. بعدين اكتشفنا إنه لا هو ولا وودز مات من انفجار القنبلة. وقدروا يلقوا القبض على كرافشينكو وألقوا القبض عليه وبلشوا يحققوا معه، وحكى لهم إنه راؤول منندز أكبر مما تتخيلوا. راؤول منندز عنده جواسيس بالسي آي إيه نفسهم. بعد هالتحقيق راح وودز وقتله. طيب مين هو راؤول منندز؟ راؤول منندز ولد عام 1963 بنيكاراغوا، ولد وكبر بوقت كانت البلد فيه بحالة ثورة وكانت بحالة حرب بين الثوار والحكومة بنيكاراغوا. وفي ذاك الوقت الحكومة الأمريكية دعمت الحكومة بنيكاراغوا ضد الثوار، وهي كانت من أول أسباب اللي تخلي منندز يكره أمريكا. هو وصغير صارت فيه حريقة في بيته وما كان في غيره بالبيت هو وأخته الصغيرة، فسارع عشان يساعد أخته بس كانت محروقة بالكامل. لما شافها محروقة جدا زعل عليها لدرجة إنه كان هينتحر، بس أخته كانت عايشة ووقفتها وقالت له لا أرجوك لا تذبح نفسك، وأخته فقدت البصر من وراء الحريقة. بعدين اكتشف إنه المتسبب في حريقة البيت هم الأمريكان. وبالثمانينات كان عم يشتغل هو وأبوه بالأسلحة والمخدرات، وأبوه كان مطلوب من السي آي إيه، وبعد هجمات السي آي إيه اغتالوا أبوه. وتذكروا إنه أليكس ميسن طخ على أحد عيونه وتسبب له بفقدان البصر بعين واحدة. فراؤول منندز عنده كره جدا كبير لأمريكا، بس كاتم هذا الكره عشان أخته، لأن أخته عمية ومحروقة هو الوحيد اللي قاعد يساعدها ويعيش معها. فهذا هو راؤول منندز باختصار. حاليا هو عايش بدولة نيكاراغوا مدينة بنما. هو حاليا مطلوب من الحكومة الأمريكية والسي آي إيه بالذات بعد ما خطف فرانك وود وقتل السكواد حقه، بس قاعد بنيكاراغوا على راحته لأنه الدولة عطيته لجوء سياسي، لأنه كانت الدولة على خلاف مع أمريكا في هذاك الوقت. فالسي آي إيه بيصدروا أمر بإلقاء القبض عليه، وبيروح وودز وميسن على نيكاراغوا على المكان اللي عايش فيه هو وأخته عشان يلقوا القبض عليه، وبيتفقوا مع القوات هناك القوات الحكومية بنيكاراغوا عشان يعتقلوه. وفعلا بيفوتوا عليه على الغرفة وبتكون أخته نايمة، وبيحطوه بالأرض وبيحطوه إبرة مخدرة عشان يخدروه بالكامل. بس يقوم من التخدير بيحرره جنرال قوات اللي ألقوا القبض عليه، وبيحكي له إنه الأمريكان كانوا جايين يلقوا القبض عليك وأنا سويت هالتمثيلية عشان أحررك. منندز ما بيهتم بهالموضوع وبيرجع على طول على بيته عشان يشوف أخته. أول ما يرجع بيلاقي بوجهه أليكس ميسن وفرانك وودز، وكان عندهم أوامر إنه يلقوا القبض عليه عايش. بس سيرجنت فرانك وود أول ما يشوفه بيتذكر إنه هذا الشخص هو اللي قتل أصحابه كلهم وكان على وشك يقتله، وبيعصب وبيطلع سلاحه عشان يقتله. بس ميسن بيوقفه وبيحكي له عنا أوامر نجيبه عايش، بس وودز ما بسمع كلامه، بيمسك قنبلة أو جرنيد وبرميها عليه، والقنبلة بالغلط بتفوت على غرفة أخت منندز وبتنفجر وبتقتل أخته. تذكروا منندز عنده كره جدا كبير لأمريكا، بس كان ساكت عشان يضل عايش مع أخته ويرعاها، وحاليا الأمريكان قتلوا أخته اللي هو آخر شيء عنده في الحياة. بعد الانفجار القوات الأمريكية بيفكروا إنه منندز خلاص مات، ومنندز مع اتفاق مع الحكومة بنيكاراغوا بينشروا خبر موته، بس هو ما مات عايش. وبيخطط منندز وقتها إنه يشتغل من الظل بشكل سري عشان ينتقم لموت أخته وعشان يطيح أمريكا بالكامل. بعد عدة سنوات وصل خبر للسي آي إيه إنه في شخص باسم نورييغا موجود بمدينة بنما بنيكاراغوا، ونورييغا كان مطلوب من السي آي إيه لعدة سنوات، وهو نفس الشخص اللي ساعد منندز عشان يتخبى من السي آي إيه وعشان ينشر خبر موته. فاتجهوا فرقة من السي آي إيه بقيادة هاتسون وميسن عشان يلقوا القبض عليه. وبهالوقت منندز راح وخطف ابن ميسن اللي هو ديفيد ميسن، ووقع السي آي إيه بالفخ عشان يجوا ويلقوا القبض على نورييغا. كان هذا الشيء كله من تخطيطه، وقدر إنه يقبض على ميسن وهاتسون وابن ميسن ديفيد. بعد ما ألقى القبض عليهم منندز بيخلي هاتسون يكلم فرانك وود ويقول له إنه مسكنا منندز وتعال على هالعنوان مع سنايبر أو قناص عشان تقتله. وفعلا بيجي وودز على المكان اللي دل عليه هاتسون، بيكون معاه سنايبر ويلاقي واحد مقيد ومغطى على وشه ومسكينه حراس، وهاتسون بيقول له هذا هو منندز اقتله حاليا. وهذا الشخص المربوط ومغطى على وشه هو أليكس ميسن، بس هاتسون عم بيكذب على وودز ويحكي له إنه هذا منندز، لأنه منندز قاعد يهدده إنه لو ما قال هالكلام راح يقتل ابن ميسن ديفيد اللي عمره 7 سنوات.
سنوات، فهاتسون اضطر انه يكذب على وودز ويقول له انه هاد منيندس. فوودز فعلا بيطلق عليه بالسنايبر، وبعدين بينزل وبيشيل غطاء من وشه وبيكتشف انه قتل اليكس ميسن. بعدين رجال منيندس بيضربوا وودز وبيحطوه بالارض، وبيجي منيندس معاه شوت جن بيطلق على ركب وودز فبيخليه معاق. بعدين بياخد وودز وبيوديه على الغرفه يلي حابس فيها هاتسون وديفيد ابن ميسن اللي مات، وبيقتل هاتسون قدامهم وبيخلي وودز والطفل ديفيد عايشين، وبيقول للطفل ابيك تعيش نفس الالم يلي ابوك سببه لي، وبيخلي وودز عايش لانه بيعرف وودز بحب الانتقام بس خلاه معاق، ما فينه يمشي، ما راح يقدر ينتقم لموت اعز اصحابه، فبيعرف انه الموت راح يكون رحمه لوودز فبيخليه عايش. Do you understand why? He was going to kill David. Because you must suffer as I have suffered. Not one more must die. You, Woods, or David. Make a decision now or in 10 seconds you're all dead. Woods, I can't. I have two kids. Faith. Fuck. Okay, me! Do it! Suffer with me, and then one day you will see this pendant again, and you will remember everything you saw and felt tonight. You will remember all the years of anger and pain, and when you do, David, please come to me. بعد الحادثة هاي منيندس بيختفي بالكامل لمدة 20 سنة تقريبا، وبسنة 2014 بيطلع مرة تانية على السوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي باسم كورديس دي اي. ومن عام 2014 لعام 2025 منيندس او كورديس دي اي بصير عنده فوق المليارين متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وبصير عنده ناس ومعجبين بشكل جدا كبير، وسبب شهرته الكبيرة هو هجومه على الحكومة الامريكية. في كثير ناس بالعالم بكرهوا امريكا، فبعد شهرته الكبيرة عام 2025 السي اي اي بيصنفوا منيندس انه بيشكل تهديد للامن القومي، وبيحطوا القبض عليه تحت اول اولوياتهم. ومن خلال السنوات هاي كلها اللي كان غايب فيها منيندس من الثمانينات لعام 2025، قدر انه يجمع ثروة جدا ضخمة من خلال بيع الاسلحة. من خلال هالثورة قدر يشغل كتير ناس تحت ايده، اهم هالناس المهندسة تشولي لينش والمهندس اريك برينر. باستعمال هالمهندسين والثروة الضخمة اللي عند منيندس قدروا يخترعوا جهاز باسم كليريوم فيه قوة معالجة معلومات واتصالات اقوى من اللي عند الحكومة الامريكية. من خلال هالبرنامج قدر انه يضرب سوق البورصة والاقتصاد في الصين، وسبب للصين خسائر ضخمة في اقتصادهم. وعن طريق شهرته الكبيرة في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي قدر انه يرمي التهمة على امريكا، فهذا الشيء ببلش حرب باردة بين امريكا والصين. في خلال هذه الاحداث ابن اليكس ميسن ديفيد اللي كان عمره 7 سنوات حاليا كبر وانضم للسي اي اي، وصار هو المسؤول عن قضية القاء القبض على منيندس. ديفيد اول شخص بتوجه له هو فرانك وود، لانه بتذكر هو صغير كان معاه وقت منيندس قتل ابوه. وودز بهالوقت بيكون جدا كبير ومعاق لانه منيندس طلق على ركبته، وبيكون موجود بدار المسنين. بيروح عن وودز، وودز بحكي له كل شيء بيعرفه عن منيندس، كل التاريخ بالماضي اللي صار بيناتهم. وبعد التحقيق وبعد كلام وودز قدروا يوصلوا للمهندس اريك اللي بيشتغل عن منيندس. بيروحوا عند اريك وبيحققوا معاه، واريك بيحكي لهم انه منيندس كان بيخفي عنه كل شيء، هو فقط بيسوي شغله وخلاص ما بيعرف اي شيء ثاني.
الثاني، بس بيعرف انه الشخص الرئيسي تحت منينديز اللي بيسوي له كل الشغل شخص اسمه المستعار كارما، ما يعرف اسمه الحقيقي. وخلال التحقيق بيتم اغتيال إريك من رجال منينديز، وبعد شوية تحقيقات وابحاث بالسي اي اي بيعرفوا انه المهندسة تشولي هي كارما، وهي المساعدة الاولى لمنينديز، وهي المسؤولة عن تهكير الاقتصاد الصيني وحطها في امريكا. راؤول منينديز بس عرف انه إريك تكلم مع السي اي اي وخلى رجاله يقتلوه، على طول راح عشان يختال المهندسة تشولي، لانه بيعرف انه لو مسكوها خلاص راح يروح فيها. عملية اغتيال تشولي بتفشل وبتقدر تهرب، وبتعرف انه منينديز كان عم بيحاول يقتلها، فبتروح على السي اي اي وبتحكي لهم عن مكان منينديز. السي اي اي بيعرفوا عن مكان منينديز وبيروحوا وبيلقوا القبض عليه. واثناء التحقيق مع راؤول منينديز بيجي هجوم من القوات التابعين له على مقر السي اي اي يلي محبوس فيه، ومنينديز بيستغل الموقف وبيقدر يهرب. بس قبل ما يهرب منينديز بيشيل عين اليمين، مثل ما قلت لكم بالبدايه ميسون طخه وفقد عين اليمين، فمركب عين اصطناعيه، والعين هاي عباره عن شريحه فيها فيروس او هاك، ويوصلها بالكمبيوتر الاساسي بالسي اي اي وبعدها بيهرب، فبالتالي بيهكر نظام الحكومه الامريكيه بالكامل. وبعد هروبه وباستعمال هاك، منينديز بيتحكم بجميع الدرونز او الطيارات الاليه اللي تابعه للحكومه الامريكيه، وبيطيرها كلها بانحاء امريكا، وبعدين بيفجرها بالجو كلها بدون ما تاذي اي حد. وبعدين بيطلع وبيخاطب العالم وبيحكي لهم انه حاليا جميع الدرونز والطيارات الامريكيه اتدمرت، وهي كانت مصدر القوه الرئيسي حقتهم، وحاليا الجيش الامريكي والحكومه الامريكيه جدا ضعفاء بدون هالدرونز. وبعد فتره زمنيه قريبه السي اي اي بيحددوا مكان منينديز الجديد اللي متخبي فيه، وبيشنوا هجوم عليه. واثناء هروب منينديز بيشوفوا ديفيد ميسن وبيتعارك هو وياه، وبيقدر انه يلقي القبض عليه اخر شيء، وبيتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. بعدين بنشوف فرانك وود هو بمأوى العجزة، بيجي عليه زائر مجهول، وهالزائر بيكون أليكس ميسن. أليكس ميسن بيطلع عايش، الرصاصة اللي تلقى عليها وودز بالبداية ما سببت إلى موته، بس كان غايب عن وودز وعن ابنه حتى كل هالفترة، لأنه كان متفق مع السي اي اي إنه يخفوه بشكل كامل حتى يلقوا القبض على منينديز، لأنه لو منينديز عرف إنه عايش كان ما راح يخليه ويوجه رجاله عشان يقتلوه، أو على الأقل يقتلوا ابنه أو وودز، فمشان هيك كان متخفي الكامل حتى يتم القبض على منينديز. واخر لقطه بيورجونا اياها منينديز وهو بالسجن الانفرادي، بيشوف على التلفزيون انه المهندسه تشولي اللي كانت ايده اليمين طالع باحد اللقاءات على التلفزيون، وعم تفضح منينديز وتحكي كل شيء عنه، وهذا الشيء بيؤدي انه يعصب بشكل جدا كبير. وبكذا بنكون خلصنا من قصه كول اوف ديوتي بلاك اوبس 2. بعد بلاك اوبس 2 في طور القصه الاحداث تستمر في بلاك اوبس 4. بلاك اوبس 4 ما فيه طور قصه اصلا، بس في بعض مهمات الملتي بلاير لما تلعبها بيطلع لك بعض المقاطع السينمائيه اللي بتدلك نوعا ما على قصة اللعبة، واحداثها تقريبا بعام 2040 اي بعد 15 سنة من احداث بلاك اوبس 2 وقبل بلاك اوبس 3. بلاك اوبس 3 عام 2065، فبلاك اوبس 4 هي بين بلاك اوبس 2 وبين بلاك اوبس 3. القصة باختصار شديد هو انه في بنت اسمها سافانا ميسن، هي بتكون حفيدة أليكس ميسن وبنت ديفيد ميسن، بتكون غنية جدا بعام 2040 وبتبدأ بمشروع اسمه بلاك اوت، والمشروع عبارة عن احياء الموتى، بس مو احيائهم فعليا، لا احياء وعيهم، وبعدين بس تعيشهم بتحطهم بمكان عشان يذبحوا بعض اللي هو الباتل رويال. اخت سافانا ميسن اللي هي جيسيكا ميسن بتعارض هالفكره انه الشيء اللي عم تسويه غير اخلاقي، وبالذات انها عايشت اشخاص مثل ابوها أليكس ميسن، وودز، منينديز، ورازنوف. سافانا بس تشوف انه اختها جيسيكا ميسن عم تعارض هالفكره وعم تحاول توقفها هي وبعض الاشخاص من الجيش، الاشخاص هم شخصيات السبيشاليست اللي كانوا ببلاك اوبس 4 وبلاك اوبس 3. سافانا بس تشوف انه اختها عم تخطط توقف مشروعها، بتحاول تختالها هي والسبيشالست اللي معاها. شخصيات السبيشالست بس يكتشفوا انه سافانا ميسن عم تحاول تختالهم، بيروحوا بيجتمعوا مع بعض مع جيسيكا ميسن وبيقرروا ينتقموا. بكل بساطة هاي هي قصة بلاك اوبس 4. بكل صراحة اشوفها قصة نوعا ما تسليكية، هم نزلوا جيم مود جديد ببلاك اوبس 4 اللي هو البلاك اوت، والمعروف عن شركة تريارك ما بيحبوا يحطوا اي شيء بدون قصة، فعملوا قصة تسليكية عشان تكون مناسبة للمود. واخيرا عنا قصة بلاك اوبس 3 اللي بتكون احداثها عام 2065، اي بعد 100 سنة من احداث بلاك اوبس 1. قصة بلاك اوبس 3 موجودة بنفس العالم، بس ما راح تشوف اي صلة بينها وبين الاجزاء القديمة، فقط موجودة بنفس العالم بس ما في اي صلة بالقصة. في عام 2065 اي بعد 25 سنه من احداث بلاك اوبس 4، شخصيه اللاعب اللي بتلعب فيه اللي ما بنعرف اسمه والقائد تبعه جاكوب هندريكس بيكونوا بالجيش الامريكي، وبيكون عندهم مهمه انقاذ رئيس الوزراء المصري اللي بيكون محبوس باثيوبيا. بينضم لهم وبيساعدهم بهالمهمه شخص اسمه جون تايلر هو وفريقه، وجون تايلر وفريقه ما هم جنود عاديين، لا جنود عندهم قوه خارقه، مزروع شريحه الكترونيه بعقلهم بتخليهم يتواصلوا مع بعض بالعقل وبتخليهم اقوى من اي جندي عادي.
المهم بيروح على اثيوبيا وبينقذ رئيس الوزراء المصري، وكان على وشك انه تتم المهمه بنجاح، بس شخصيتك او اللاعب اللي بتلعب فيه بيمسك روبوت بينزل فيه ضرب وبيقطع ايديه ورجليه الاثنين. تايلر بس يشوف شخصيتك على وشك الموت بيوديه على المستشفى وبيعملوا له عملية زرع يدين ورجلين الكترونية، وبيعملوا عملية زرع شريحة الكترونية بعقله مثلهم، وقائد شخصيتك في الجيش جاكوب هندريكس كمان بيسوي العملية وبيزرع شريحة بعقله. بعد نجاح العملية شخصيتك بيشتغل مع فرقة تايلر لمدة 5 سنوات، وفي السنة الخامسة عميلة بالسي اي اي باسم ريتشل بتطلب منك ومن قائدك جاكوب هندريكس انكم تشتغلوا معاهم. شخصيتك وجاكوب بيوافقوا وبينضموا للسي اي اي، واول مهمة بيسووها هي انهم يروحوا ويحققوا بمقر للسي اي اي بسنغافورة فقدوا التواصل معاه بشكل كامل، فالمهم انهم يروحوا ويحققوا عن السبب. بس يوصلوا على المقر بسنغافورة بيلاقوا كل الناس الموجودين فيه ميتين. شخصياتنا بيظنوا انه اللي هجم عليهم وقتلهم هي مجموعة ارهابية مشهورة بسنغافورة باسم 54 Immortals، والداتا ومعلومات السي اي اي السرية تم سرقتها بالكامل. بعد التحقيق شخصياتنا بيكتشفوا انه تايلر والفرقة حقته كانوا اخر ناس موجودين هنا، فبيشكوا انه تايلر خانهم وقتلهم او متعاون مع منظمة 54 Immortals الارهابية. شخصياتنا بيعملوا حالهم تجار اسلحة وبيروحوا بيلتقوا مع 54 Immortals عشان يجمعوا معلومات اكثر عن الشيء اللي صار بالمقر وعن تايلر. بيقدروا يحصلوا على المعلومات المهمة اللي يحتاجوها، بس 54 Immortals بيكتشفوا انهم السي اي اي وانهم عم بيكذبوا عليهم وبيحاولوا يقتلوهم، بس بينجوا باخر لحظة. من المعلومات اللي قدروا يحصلوها من 54 Immortals هو اخر مكان كان موجود فيه تايلر وفرقته، والمكان هو مدينة مهجورة ومدمرة بسنغافورة صار فيها انفجار غامض من 10 سنوات. هالانفجار ادى الى موت 300,000 شخص، عشان كذا المدينة مهجورة حاليا. شخصياتنا بيوصلوا على المدينة وبيلاقوا مقر سري للسي اي اي موجود داخل المدينة. في المقر بيلاقوا احد اعضاء فريق تايلر اللي هو سباستين دياز وبيكون شبه ميت، بس بيتواصلوا مع الشريحة المزروعة في عقله وبيكتشفوا انه تايلر كان قاعد يحاول يدور على عن شخصين مهمين نجوا من الانفجار اللي صار بهالمدينة من 10 سنوات، والشخصين هما دكتور يوسف سالم وسباستيان كريجر. دكتور يوسف سالم هو دكتور مسؤول عن تصنيع وزراعة الشرائح اللي بركبوها بالدماغ، وكريجر مهندس مسؤول عن برمجتهم، فتايلر قاعد يدور على هالشخصين. شخصياتنا هم في مقر سي اي اي السري، بيهجموا عليهم عصابة ال 54 Immortals اللي تقاتلوا معهم من شوي، شخصياتنا بتقاتلوا معهم وبيقدروا يطلعوا عايشين. بعد كده شخصياتنا بيسافروا على مصر عشان يلتقوا مع الدكتور يوسف سالم. بعد التحقيق مع الدكتور، الدكتور بيكشف انه كان قاعد يشتغل على نسخة مطورة من الشريحة اللي بتنزرع بالدماغ، وهالشريحة بتخلي الشخص اللي مركبها بس يموت وعيه ينتقل لحياة ما بعد الموت بمكان اسمه الفروزن فورست او الغابة المثلجة. ودكتور سالم بيقول انه تايلر وفرقته جدا مهووسين بهالفكرة ومهووسين بالغابة المثلجة وبدهم يلاقوها قبل ما يموتوا. اثناء التحقيق بيصير انفجار جنبهم وبيهجموا على شخصياتنا تايلر نفسه وفرقته. من خلال هالهجوم تايلر بيقدر يخطف دكتور سالم وبعدين يذبحها. بعدين تايلر بيعطي امر لاحد الجنود اللي تشتغل عنده باسم سارة هول انها تروح وتذبح شخصياتنا الثلاثة، وفعلا بتروح وبتحاول تقتل شخصياتنا، بس شخصياتنا بتغلبوا عليها وبيقتلوها. وقبل لا يقتلوها بيحاولوا يتواصلوا مع الشريحة المزروعة بدماغها عشان يشوفوا ليش تايلر خانهم وشو الشيء اللي قاعد يسويه. وبعد التواصل بيكتشفوا انه في فيروس الكتروني بشريحتها وبشريحة تايلر وكل فريقه. هالفيروس هو اللي عم يتحكم بتايلر وفريقه. هالفيروس تم صناعته بالغلط بمقر السي اي اي بسنغافورة، كانوا عم يعملوا تجارب وبالغلط صنعوا هالفيروس، وهالفيروس استولى على كل الاجهزة الالكترونية بمقر السي اي اي بسنغافورة، سكر عليهم الابواب وشغل عليهم غاز النوفا 6 السام، وهو اللي قتلهم كلهم. وللتوضيح هذا فيروس الكتروني، مو شخص عم يتحكم فيه، مو منظمه، لا فيروس ذكاء اصطناعي AI، ما في حد عم يتحكم فيه، هو اللي قاعد يسوي هالمشاكل هي كلها. شخصيتك اللي بتلعب فيها والقائد تبعه جاكوب هندريكس بينعدوا هم الاثنين من الفيروس لانهم تواصلوا مع شخص مصاب فيه، بس ما بيعرفوا انهم مصابين فيه وهم حتى الان بوعيهم الكامل. شخصياتنا بعدين اخيرا بتقابلوا مع تايلر وجه تو وجه وبتقاتلوا معاه عشان يساعدوه يتخلص من هالفيروس. وتايلر اخر شيء بيستوعب انه الشريحه الموجوده بعقله فيها فيروس، وهالفيروس عم يتحكم
يتحكم فيه، فبيسوي شق براسه وبيدخل ايده وبيسحب الشريحة كلها من عقله. بس للأسف بهاللحظة الفيروس بيستولي على عقل ووعي جاكوب هندريكس بالكامل، وبيطلع المسدس وبيذبح تايلر. بعدين هندريكس بيروح بركب الطيارة وبيهرب. شخصيتك وريتشل بيستوعبوا بعدين انه الفيروس وقت كان عم يتحكم بتايلر كان عم يدور على شخصين اللي هم دكتور يوسف سالم وكريجر. ليش عم يدور على هالشخصين؟ لانه هالشخصين هم الوحيدين اللي فينهم يوقفوا هالفيروس. فالفيروس كورفيس بده يقتلهم، وفعلا قدر يقتل دكتور يوسف سالم وحاليا متوجه ليقتل كريجر. شخصيتك وريتشل بيوصلوا على المقر اللي فيه دكتور كريجر على امل انه يوصلوا له ويحموه قبل لا يوصل هندريكس اللي عم يتحكم فيه كورفيس ويذبحه. بس يوصلوا على المقر، الفيروس كورفيس بيسكر الباب على شخصية ريتشل باحد الغرف وبيشغل عليها غاز النوفا 6 وبيقتلها. شخصيتك حاليا ضل لوحده، ما في حد معاه، فبيروح على طول يلحق دكتور كريجر. وبس يوصل له بيلاقي انه هندريكس وصل له قبله، وفعلا هندريكس بيذبح دكتور كريجر. بعدين شخصيتك على طول بيذبح هندريكس وبيذبح نفسه على امل انه هو يكون اخر واحد مصاب بالفيروس وينتهي. شخصيتك بعد ما يموت بيلاقي حاله بالغابة المتجمدة او الفروزن فورست، وبيقابل فيروس كورفيس وجه توجه. الفيروس بيشرح للاعب انه هو مو شرير وهدفه فقط انه يصنع مكان ما بعد الموت للناس، وكان عم يستعمل تايلر عشان يقتل الدكاترة اللي كان الممكن انه يوقفوا مشروعه. جوا الغابة المتجمدة شخصيتك بيلتقي مع وعي تايلر، وبمساعدة بعض بيوصلوا لقلب او نواة فيروس كورفيس جوا الغابة المتجمدة وبيدمروه مع بعض. بعد ما يفجروه بيرجونا شخصيتك بالعالم الحقيقي قاعد يمشي، واحد الجنود بيسأله انت مين؟ عرف عن حالك. برد شخصيتك وبيقول انا تايلر. طلع ان طول هالوقت انت عم تلعب بشخصية تايلر اللي عم تحاول تلاحقه وتوقفه. الشريحة الالكترونية بعقل تايلر او اللي اسمها DNI مصاب بفيروس كورفيس، وكورفيس عم يحاول يخلي تايلر يتهيأ انه هو شخص ثاني ويخليه يعيش حياة واحد ثاني، وحتى عم يخليه يشوف نفسه من منظور الشخص الثالث. يعني انت تايلر وعم تشوف تايلر عم تحاول قاتله. بس بالاخير لما ندمر قلب او نوال فيروس بالفروزن فورست او الغابة المتجمدة، تايلر برجع لوعيه وبيقدر يتحكم بعقله بالكامل. عشان كذا اللاعب تبعك من البداية ما له اي اسم، وحتى لما يتكلم بيطلع بالترجمة بلاير او اللاعب قاعد يتكلم، وما حدا بيناديه باي اسم لانه فعليا لعبك غير موجود. لعبك هو تايلر عم يعيش حياة شخص تاني بسبب الفيروس اللي بعقله. وهيك يا شباب بكون وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. هالفيديو اشتغلت عليه فوق الاسبوع، فاتمنى لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، ولا تنسوا تشاركونا في التعليقات اي جزء من سلسلة بلاك اوبس حبيتوا طور القصة فيه اكتر شيء. واذا وصلت لنهاية الفيديو، اذا قاعد تسمع حاليا هالكلام، اتمنى تكتب في التعليقات انا وصلت لنهاية الفيديو عشان اعطي التعليق حقك قلب. وبس كان معكم شركيال شركة كيش كم ديها التاني، ان شاء الله مع السلامة.